في مبادرة جميلة حصلت في النوبة في أسوان، في قرية من القرى غرب أسوان، قرية بيعيش فيها حوالي 13,000 نسمة، قرية بيتبعها يعني حوالي 20 أو 22 نجع. سيدات هذه القرية قررنا الانتفاض ضد المخدرات. يعني ايه ضد المخدرات؟ يعني ضد تعاطي رجال وشباب هذه القرية للمخدرات. نساء هذه القرية، هؤلاء الفضليات يعني، قرروا انهم يقولوا لا للمخدرات بطريقتهم. شافوا ان نسبة التعاطي بين الرجال وبين الشباب ارتفعت في الآونة الأخيرة، وقرروا انهم يعترضوا على هذه العادة السيئة. طلعوا في مسيرة ليلية، انا شفت الفيديوهات قبل الحلقة، يعني سجلوا اعتراضهم بطريقة متحضرة، وكانت هذه لفتة منهم ورغبة منهم للفت الأنظار إلى هذه القضية اللي يعني ظهرت في هذه القرية. معايا مين يا جماعة؟ مين يا فندم؟ الأستاذة، طيب، السيدة شادية يوسف، إحدى السيدات في هذه القرية. يا ست شادية، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. قولي لي، هي القرية دي اسمها إيه أولا؟ الشباب ما قالوليش. والله العظيم أنا أول واحدة سجلت يعني كلامنا. اعتراضنا الشباب، إحنا زي ما حضرتك قلت، إحنا 22 قرية، القرية غرب أسوان ده مش قرية صغيرة، يعني قرية كبيرة خالص. وحسيت انه شبابنا بيضيعوا، يعني في جيل ورا جيل بيضيعوا، ففي جيل طالع الامهات تعبانين في الدروس والمدارس، مجرد ما العيال يوصلوا لعشر سنين بيفشلوا خالص بقصه المخدرات دي. فاحنا قلنا نعمل حمله واعترضنا وقلنا لا للمخدرات، والحمد لله يعني جاب فايده، يعني الشباب وقفوا معانا، والرجال المحترمين كتير في غرب أسوان وقفوا معانا، فالحمد لله يعني الحملة يمكن تقريبا الإيجابيات جاب النص. طب غير المسيرة اللي انتوا عملتوها دي واللي احنا بنعرضها دلوقتي، يعني حصل ايه تاني؟ يعني مثلا رحتوا لمين؟ اشتكيتوا لمين؟ معلش، هو الصوت مش واصلني كويس والله يا ست شادية. ماشي، عشان انا في الطريق. تمام. احنا رحنا مركز اسوان. تمام. رحنا اليوم ده بتاع اسوان، فلقينا يعني ايه الناس، الحكومه كان مشغول بالماتش فما بلغناش يعني صراحه. بس طب بعد كده هل مثلا يعني في مراكز لعلاج الادمان، مثلا مستشفيات لعلاج الادمان توجهتوا ليها في غرب اسوان؟ ايوه، والله العظيم بالضبط اليوم ده، يوم الماتش بتاع الاهلي واسوان ده، كان في مؤتمر في الاتحاد الاقليمي. كان جايبين دكاتره وشيوخ وقاضي، عملوا مؤتمر كبير عن الحوار ده، وفي اثنين دكاتره بصراحه طلبوا مننا ان هم يعالجوا مجاني في مستشفى مستشفى أسوان النفسية. تمام. أنا بحييك يا ست شادية والله، وبحيي كل يعني النساء غرب أسوان الفضليات.